شبكة عباقرة التلاوة تقدم من الصوت التقي النقي من الشيخ سيد النقشبندي. نستمع الآن إلى ما يتيسر من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل عليها
ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله كلام الله.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد عند
ذاك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة اجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا E
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان من ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى
حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا، ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا،
إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعتم إلى ما تيسر من آية الذكر الحكيم من فضيلة الشيخ سيد النقشبندي، وبعد قليل تستمعون إلى فضيلته في بعض التواشيح الدينية. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. يا خير خلق الله، يا رحمة مهداة المختار
الأبصار من خير الورى من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال 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 يا أيها المختار سماك ربك في القرآن محمد يا عيني يا
سماك ربك في القرآن محمدا. الله نادت بك رجل الكرام، نادت بك رجل الكرام، الرسل الكرام نادت بك رجل الكرام. سماك ربك سماك ربك سماك ربك سماك ربك في بشرت بك الرسل الكرام، بشرت بك الرسل الكرام الله أكبر.
مني سرمدا يا حبيبي. ثم السلام عليك شفاعة
شفاعة يا يا رب. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر قمر الهداية وكوكب العناية قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام. الله أكبر. يا عيني يا رب. من تولاه مولاه من تولاه مولاه من تولاه مولاه والحماية الله والرعاية الله والرعاية وأعلى مقامه فوق كل مقام. وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية
فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية، فقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما أعذب وأجمل وأحلى وأعظم وأكرم هذا الكلام. يا جميل. سلام. طيب. نحمده الحمد لك يا رب أن جعلتنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام، ونشكره على هذه العطية، ونستعين به ونستهديه على الدوام، ونطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية، ونسأله العفو والعافية وحسن الختام. مفجة في قرن الذكر كل الأرض، مفجة في قرن الذكر كل الأرض، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل جميعا على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رحمة مهداة، الله أكبر، الله أكبر، لا من ولا بطر
ولا اختلاق ولا زور ولا هزر. الله أكبر. ما شعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو آيها القمر. الله يا نور النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا من ولا بصر ولا اختلاق ولا زور ولا فجر. الله أكبر. ما شعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو آيها القمر. الله أكبر. ما شعت في عالمنا شمس الحقيقة يتلو آيها القمر. ليؤمن الجاحد المفتون مغتبرا ويهتدي بضياء الحق من كفر. لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى ويستجر ويدعي أنها رؤيا قد انطلقت في الحلم؟ ما شابها صحو ولا سفر. فبين مكة إذ أسرى ومقدسنا حيث احتفى الرسل ما تعيا به الكفر. فكيف يقطع في ليلة سفرا وكيف يصعد في الوادي وينحدر. الله أكبر.
عين ولا اختلاف ولا زور ولا هجر. الله أكبر ما شعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو آية القمر. ليؤمن الجاحد المكسور معتذرا ويهتدي بضياء الحق من كفر. كمان كده ليؤمن الجاحد المفتون. معتذرا ويهتدي بضياء الحق من كفر. لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى ويستجر؟ لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى ويستجر ويدعي أنها رؤيا قد انطلقت في الحل ما شابها صحو ولا سفر؟ فبين مكة إذ أسرى صلى الله عليه وسلم فبين مكة إذ أسرى ومقدسنا حيث احتفى الرسل حيث احتفى الرسل به صلى الله عليه وسلم. فبين مكة إذ أسرى ومقدسنا حيث احتفى الرسل ما تعيا به القطر. فكيف يقطعها في ليلة سفرا وكيف يقعد في الوادي وينحدر؟ الله أكبر
ما سعت بعالمنا المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى ويستجر ويدعي أنها رؤيا قد انطلقت في الحلم ما شابها صحو ولا سفر فبين مكة إذ أسرى ومقدسنا حيث احتفر ما تعيا به القبر فكيف يقطعها في ليلة سفرا وكيف يصعد في الوادي وينحدر دعا عنك ما قيل في النهرات حيث رقى إلى مقام تهاوت دونه الفتر فذاك أمر يراه العقل ممتنعا ويملك المرء في تصديقه بلر فإن في الجو أبعادا مفرغة من الهواء وفيها يكمن الخطر لو جازها المرء لاقى حتفه ومضى إلى الفناء الذي في الجو ينتظر هذا كلام الذي قد راح معترضا
وراح ينكر في جهل ويبتكر وفاته أن مولانا بقدرته يسخر الكون من غابه ويقتدر. والمعجزات سمت فوق العقول. فلا جن يعي سرها في الكون او بشر. وتلك معجزة المختار كرمه بها إله عظيم الشان مقتدر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والمعجزات سمت فوق العقول. المعجزات سمت فوق العقول. المعجزات سمت فوق العقول. الله أكبر. فلا جن يعي سرها في الكون أو بشر. وتلك معجزة المختار معجزة المختار كرمه بها إله عظيم الشان مقتدر. فلا الهواء هواء عند من عرفوا ولا المكان مكان عند من نظروا. وتلك معجزة المختار وتلك معجزة المختار كرمه بها إله عظيم الشان مقتدر. فلا الهواء هواء عند من عرفوا ولا المكان مكان عند من نظروا. فلا الهواء هواء عند من عرف ولا المكان مكان عند من نظروا. ايوه يا سيدي يا رسول الله.
فلا الهواء هواء عند من عرف ولا المكان مكان عند من نظر وإنما الله جل الله نظمها للمصطفى رحلة في طيها الله يهويك عند الحق الله يكرمك الله الله ومثلت برسول الله أمته وواجهته لدى إسرائه صور الله أكبر يا مولاني السلام على الله صلى الله عليه ومثلت الله إيه لرسول الله أمته وواجهته لدى إسرائيل صور رأى صلى الله عليه وسلم رأى فئات لها زرع بدا نظرا وكلما حصدوه ضعفت ثمر رأى فئات لهم زرع بدا نظرا وكلما حصدوه بوعف الثمر فقال من هؤلاء القوم قيل له أهل الجهاد لهم ضعف الذي بذروا لهم زرع بدا نظرا وكلما حصدوا ضعف الثمر فقال من هؤلاء القوم قيل له أهل الجهاد أهل الجهاد لهم ضعف الذي بذر ليعلم الناس أن الحرب أولها مر وآخرها الجنات والسكر الله 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 ال
اللهم صل على الله. الله اللهم صل على حضره النبي. رأى وشاهد في إسرائه صورا تسمو بها النفس في الدنيا وتعتذر حتى أتى القدس. حتى أتى القدس. حتى أتى القدس. فطفت بمسجده جماعة الرسل. فطفت بمسجده جماعة الرسل. حين استعلن القمر صلى إماما بهم. صلى إماما بهم. صلى إماما بهم. صلى إماما. صلى إماما. صلى إماما به قبل العروج به إلى السماوات. واحتفت به زمر هناك حيث رأى ما لا يكلفه عقل أو يحتويه في الورى بصر. تبارك الله
حق الله لا ند يشابهه تبارك الله لا ند يشابهه تبارك الله تبارك الله لا ند يشابهه ولا شريك ولا صحب ولا وزر يدبر الامر تبارك الله يا صدورنا واستر عيوبنا وأحسن ختامنا لا ند يشابهه ولا شريك ولا صحب ولا وزر يدبر الأمر يدبر الأمر في عدل ويرسله بالحق ينشره في خلقه يدبر الأمر في عدل ويبذله بالحق ينشره في خلقه قدر أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب يا سيدي السلامة يا رب سلام الله عليك مدد أحبابك مدد زوارك أحبابك الكل قولك من قريب البعيد على جناح الصفا حضرهم في ليلة هات النبي 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 هات النب
Yeah.
حضر في ليلة عيد والبهجة مالية قلوبهم والدهوة مالية قلوبهم والفرح بيزيد. يا بشير الرحمة
أيها السادة، كنا نستمع في هذه الليلة المباركة إلى فضيلة الشيخ سيد النقشبندي، حيث رسل علينا بعضا من آي الذكر الحكيم، ثم تلا علينا بعض التواشيح الدينية، وذلك لمناسبة ذكرى سيدي سلام الراضي بورشة القطن ببولاق. ومن جميل الصدف أن توافق هذه الذكرى ليلة الإسراء والمعراج 27 من شهر رجب الموافق سنة 1386 هجرية. هذا وقد أبدع الشيخ الجليل الشيخ سيد النقشبندي في الأداء أيما إبداع، ونحن إذ تمتعنا وسعدنا بهذه الليلة العظيمة يسرنا أن نستمع في ختامها إلى تلاوة آي الذكر الحكيم من فضيلته، ونحن في انتظار مذيع الإذاعة العربية كي يقدم سيادته للتلاوة، وإلى اللقاء بعد قليل. بعد أن استمعنا إلى شيء من التواشيح الدينية من الصوت التقي النقي من الشيخ سيد النقشبندي، نستمع الآن إلى ما يتيسر من آي الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
تمثيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وتبتل إليه تبتيلا.
يجعل الولدان
من
Oh,
صل على إلى ما تيسر من آية ذكر الحكيم من فضيلة الشيخ سيد النقشبندي.